الضربة دي ماذا تعني لنا في مصر؟ بتعني انه اذا ما كناش احنا في مصر وفي الدول العربية هناخد موقف واضح، فحقيقة الشعب السوري سيتحدد مصيره بقرارات هتتخذ على بعد الاف الاميال من عاصمته. بس كثير من الدول العربية خدت موقف واضح، يعني يمكن مصر هي اللي موقفها شوية بتحاول توزن ما بين رفض أن تضرب دولة عربية وأن حد يجي يضرب من خارج المنظومة الشرعية الدولية، وبين أنها طبعاً بترفض قتل السوريين، نعم. فبالتالي إحنا واقفين كده بين شقي الراحة. لكن أنت عندك كل الدول العربية الأخرى هي ودول مرحبة الخليج بده، رحبت بده وأيدته بشكل قوي. هي الرسالة ببساطة ان انت مش عايز تفقد دورك كجسر ما بين الاطراف المختلفة، وده معناه ضمنا انك انت لا هتعرف تخرج تدين ادارة ترامب على ما فعلته، لانه الناحية التانية الحقيقة هي برضو ما احناش سعداء. هي الفكرة في الاخر خلاص احنا لازم نتفق احنا عايزين ايه كعرب، يعني احنا يا اما ان احنا كلنا خطة يا اما نكون جزء من خطة حد. لا احنا خلاص اصبحنا جزء من خط من ما خطط هو بقى كتيرة. السؤال هنفضل كده؟ لا صح، لو كده والشعب السوري بكده يبقى احنا خلاص. هو يعني تجربة لبنانية أخرى 15 سنة، طبعا أتمنى تكون أقل، يعني 15 سنة وبعد ما يخلصوا هيجتمعوا مع بعض كده يقولوا حد يفكرنا احنا كلنا نقتل بعض ليه؟ حد يفكرنا احنا دمرنا بلدنا ليه؟ حد يفكرنا هو ليه كم هذا هؤلاء الأيتام؟ ليه كمية الدم دي؟ في الآخر خلاص فعليا في يعني لا يوجد رجل رشيد داخل سوريا الآن. هو الواضح إنه الناس كلها بتحمل الطرف الآخر المسؤولية، أنا مش هقدر أدخل في الجدل ده لأن أنا بعيد عنه بحكم الجنسية، بس في نفس الوقت بحكم المسؤولية الأخلاقية لا إحنا لازم ندخل عشان نساعد. هو السؤال بقى مين إحنا؟ لا مصر لوحدها ولا السعودية لوحدها ولا حد يقدر يعمل كل، لازم يكون موقف عربي مشترك نبتدي ندخل بس احنا فيه. موقفنا متباينه، يعني موقف مصر يختلف تماما عن موقف السعوديه، وده احد اسباب الخلاف اللي كانت موجوده. نعم. بيختلف تماما عن الموقف الاماراتي، عن الموقف القطري، كل دي مواقف تختلف عن إذن هتظل سوريا والشعب السوري، خلينا نتكلم بشكل مباشر، الشعب السوري فريسة لصراع القطبين الأكبر، روسيا وأمريكا.